بحث طبي نشرته كوريا الجنوبية حول إمكانية الإنضاج في الأنابيب، أي إنضاج البويضات غير المكتملة في المختبر، وذلك باستخدام هرمون الميلاتونين. الميلاتونين هو هرمون يوجد في السامنة وينتجه الدماغ أثناء ساعات النوم، ويسمى أيضاً بهرمون النوم وهرمون السعادة. هرمون الميلاتونين معروف أنه يساعد على إنضاج البويضات والأجنة، وجربنا ذلك على عدد من المرضى، إذ ثبت أن الميلاتونين يساعد في فترة الزراعة، وكانت معدلات الإنضاج عالية جداً عند استخدامه. البحث كشف أنه في الواقع من الصعب استخدام الميلاتونين في بروتوكولات زراعة الأنابيب حالياً، رغم أن الأبحاث المختبرية بيّنت بعض الأدلة حول قدراته في الوسط الزراعي، فهو ما زال قيد التقييم قبل طرحه للاستخدامات الطبية العلاجية. سول أشواق العتولي، العربية.